السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أهلا أعزائي مشاهدين المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة حلقتنا جميلة جدا من داخل مزرعة غوطة دمشق بالعبور. زي ما حضراتكم كده شايفين المناظر الجميلة جوه المزرعة، النهاردة بإذن الله حلقة هتعجبكم جدا جدا جدا. والنهاردة العرض من المزرعة مختلف شوية عن بقية العروض. المزرعة بدأت يا جماعة ان هي توفر نعاج والدة ونعاج عشار، واي كمية انت محتاجها هتلاقيها بإذن الله في المزرعة. فخلينا بقى نشوف عرضنا، احنا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العرض اللي قدام حضراتكم دوت يا جماعة عبارة عن 18 رأس نعجة برقي حر، 18 رأس نعجة برقي حر، حاجة بسم الله ما شاء الله من الفواخر. ال18 دول فيهم 2 والدين و16 تحت عشر. ال18 رأس دول يا جماعة 2 والدين و16 تحت عشر، يبقى كده مجموعنا 18 رأس نعجة برقي حر، حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب بإذن الله. والعرض ده يا جماعة مقدم من الأستاذ أبو العز من مزرعة غوطة دمشق بجمعية أحمد عرابي بالعبور داخل القاهرة. وعرضنا النهاردة بإذن الله للبيع حبل واحد. العرض ده يا جماعة للبيع حبل واحد، عرض فواخر زي ما بنقول. أما بالنسبة للسعر بقى، فال18 رأس دول بالاتنين الوالدين معاهم عاملين 52,000 جنيه. 52,000 جنيه للعرض معانا النهاردة، حبل واحد 52,000 جنيه يا جماعة. فلو حضرتك محتاج العرض دوت أو عايز تستفسر عن أي شيء يخص العرض، تقدر تتواصل مع أستاذ أبو العز على رقم 010-188-343-77، والرقم هيكون قدام حضرتك في الفيديو عشان لو حابب تنقله. وأخيرا أتمنى يكون العرض عجب حضراتكم. فضلا وليس أمرا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت يا جماعة منساش ندوس لايك للفيديو، اللايك للفيديو يا جماعة لتاني مرة. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.